لو لقيت 1,000,000 جنيه في الشارع هتعمل ايه؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا طبعا في انتظار اجابات حضراتكم. دلوقتي هنروح لمنى نطمن منها على احوال المرور وتقول لنا لو لقيت 1,000,000 جنيه هتعمل بيهم ايه؟ هتعملي بيهم ايه ولا هتعملي فيهم ايه؟ تفرق. هتعملي بيهم يعني هتصرفيهم، انما هتعملي فيهم ايه؟ مش هلاقي 1,000,000 جنيه اصلا. اصلا مين بينزل في الشارع معاه 1,000,000 جنيه؟ بتحصل يعني، حد رايح يورط زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. يعني الموضوع هنا خلصان. مش هقابل الشخص اللي نازل لي يورد. احنا اصلا مواعيدنا عكس خالص، ما بنمشيش في الشارع في المواعيد اللي الناس بتبقى موجوده فيها. متاكد من عاده بننزل في الفجر، فما بتبقاش ناس كتير قوي نازله بمليون جنيه يعني، ما فيش ملايين الفجر يعني. تتورد وبنبقى راجعين بدري قوي، ما بتبقاش لسه الناس اتحركت برده عشان المليون جنيه. فانا الموضوع بالنسبه لي مقفول. بس اللي متاكد منه انت اكيد لو لقيتيهم اكيد هتوديهم يعني هتحاولي تسالي على اصحابهم. ده اللي متاكد منه طبعا. انت بتقولي يعني الاجابه يعني يعني ده اصل هي بس اللي لفت نظري انت وهدير وانتوا بتتكلموا انكم بتقولوا النفس البشريه وطبيعي ان الناس تودي الفلوس. اعتقد انه لا، مش من الطبيعي. ده فكره يعني مش سهله خالص، وده جهاد للنفس كبير قوي ان الناس تودي رقم كبير زي ده. احنا عارفين ان الظروف الاقتصاديه صعبه وان احنا شايفين ازمه اقتصاديه في العالم كله، فمش سهل على كل الناس انها تقدر تستغنى عن هذا الرقم. الشطارة بقى والأصالة بقى إن إحنا نعرف نجاهد نفسنا وإن إحنا فعلا الحلال يغنينا عن أي حاجة تانية. خلينا بقى دلوقتي مشاهدينا نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر لكل الناس اللي لسه ما نزلتش واللي متخيلين إنهم ممكن يلاقوا 1,000,000 جنيه في الطريق. نبتدي على طول مع بعض بجولتنا من كوبري 15 مايو اللي بيشهد كثافات بسيطة جدا في الاتجاهين سواء المتجه لوسط البلد أو المهندسين. هنشوف كوبري أكتوبر، إحنا شايفين في سيول مرورية لغاية ما بنوصل لميدان رمسيس والعباسية وغمرة. متوقع طبعا أن يكون في زيادة للكثافات بعد شوية. لو بصينا هنا على طريق الكورنيش من المظلات لوسط البلد هنلاقي بعض الكثافات المتحركة لغاية ميدان التحرير، بعدها هنلاقي سيولة مرورية مكملة معانا لغاية منطقة حلوان. نبص مع بعض على شارع بورسعيد والشرابية وحدائق القبة ولغاية كوبري السواح والأمارية، كل ده هنلاقي فيه كثافات بسيطة جدا. ولو بصينا على طريق صلاح سالم هنلاقي سيولة معانا مكملة لغاية العروبة وكوبري الجلاء. نشوف مع بعض الجيزة، هنكمل جولتنا في الجيزة ومحور 26 يوليو للي جاي من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لمداد لبنان. احنا متعودين ان الوقت ده بيبقى فيه بعض الكثافات المرورية اللي هتزيد طبعا بطبيعة الحال مع ساعات الذروة الصباحية، وده للمتجه لوسط البلد أو مدينة نصر ومصر الجديدة. عندنا طريق بديل بننصح بيه هو محور رود الفرج. لو بصينا بقى على شارع السودان هنلاقي كثافات مرورية بسيطة هتزيد عند محطة مترو الجامعة بطبيعة الحال للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، وهنلاقي كمان كثافات متحركة عند محور صفط اللبن للمتجه للدائري وصولا لشارع السودان. لو بصينا بقى عند شارع فيصل هنلاقي زي ما احنا متعودين في الوقت ده كثافات مرورية بتبتدي من محطة المريوطية ولغاية ما بنوصل للطلبية، ولو كملنا كمان هنلاقي كثافات واصلة لغاية كوبري فيصل، لكن هو ده الطبيعي في التوقيت ده. هنروح بقى لسوهاج ونبتدي من شارع كورنيش النيل، هنلاقي فيه سيولة مرورية. هناخد الطريق ونفضل مكملين لغاية شارع الحواويش اللي احنا شايفين فيه كثافات مرورية، وهنكمل مع الطريق لغاية ما بنوصل لطريق أخميم جرجة اللي بيشهد سيولة مرورية. لو بصينا بقى عند محطة قطر سوهاج زي ما احنا متعودين هنلاقي كثافات نسبية بسيطة جدا، وهنشوف بعدها طريق الحواويش اللي احنا شايفين فيه بعض الكثافات المرورية لكن غير مؤثرة على حركة المرور. هنكمل ونروح إسكندرية ونشوف الكورنيش عامل إزاي. هنشوف بعض الطرق فيها كثافات مرورية، لو بصينا على الكثافات هنلاقيها بتنخفض بشكل كبير في الوقت البدري ده. نبص بقى على شارع عمر لطفي، نروح بقى من عنده لكورنيش الإسكندرية هنلاقي كثافات بسيطة ومتقطعة على مدار الكورنيش غير مؤثرة على حركة المرور. كده مشاهدينا احنا خلصنا جولتنا المرورية السريعة، نروح على طول لشاذلي وهديل نبتدي معاهم فقرتنا واخبارنا. اتفضل. شكرا ليك يا مان.